الرياضي البيضاوي التي فازت فيه بكأس عصبة الأبطال ومثلت إفريقيا في كأس العالم للأندية، حيث كانت عند حسن ظن الجميع ونالت إعجاب المتخصصين بشؤون كرة القدم العالمية. ولتعطي شحنة جديدة لكرة القدم المغربية التي أرست قواعدها كمدرسة يضرب لها ألف حساب، صراع الرجاء من أجل انتزاع لقب هذا الموسم كان قويا مع عدة أندية من أبرزها الوداد، الفتح، المغرب الفاسي وحسنية أكادير. ولتتمكن الرجاء بفضل السرعة النهائية من نيل اللقب الخامس على التوالي، ليربط جيل اليوم الصلة بجيل الأمس من خلال حفاظه على الخط الذي رسمه المرحوم الأبجيكو، والذي ظلت الرجاء وفية له طوال مشوارها الكروي. المدرب أوسكار فولون وجد في مدرسة رجاء خير ممول له على مستوى اللاعبين،